ازاي تعمل مشروع يكسبك في اليوم من 250 جنيه ل 500 جنيه، يعني من 7500 جنيه لحوالي 15000 جنيه شهريا. ازيكم يا رب، الناس كلها تبقى بخير وفي افضل حال. لو انت اول مره تخش قناه هاني النادي، ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس وتخبط لايك واكتب لي كومنت. لو انت مشتركين قناه هاني النادي، شير الفيديو دوت وكسر زرار اللايك، ويلا نتابع الفيديو بتاعنا عشان ما نطولش عليكم. كلنا عارفين ان الموبايلات دلوقتي بقت ليها عوامل اساسيه في اليوم بشكل كبير جدا، وان العدد بتاعها فوق عدد البشريه بملايين المرات، وكمان في ناس كتيره معاها موبايلات غاليه جدا جدا. فمن الطبيعي لما حد يجيب موبايل غالي جدا او يجيب بتكلفه عاليه جدا، بيبقى عايز يحافظ عليه او عايز يخلي شكله جميل دايما باستمرار، وخصوصا بيركز على الشاشه والظهر وبيركب لها انواع سكرينات طبعا غاليه جدا، وافضل انواع منها طبعا انواع سكرينات زي الجيلاتين والجلاس والسيراميك وال5D والبورسلين. النهارده معانا جهاز صغير جدا وسعره ممتاز جدا، وهو اللي بيعمل سكرينة النانو، بقى معمولة للناس اللي عايزة تحافظ على تليفونها مدى الحياة، ودي بتتعمل مرة واحدة للتليفون، يعني ممكن تحافظ على التليفون بتاعك بمرة واحدة بس بتركبها. لو خبطت عليها بشاكوش او خربشتها بشنور زي ما انت شايف كده، ما بتأثرش في اي حاجة او بيأثر على الشاشة في اي حاجة. من افضل ميزة ديت ان هي كمان ما بتأثرش على التاتش في اي حاجة، يعني الناس اللي بتحب العاب وبتحب تمسك الموبايل باستمرار ما بتأثرش عليها في مشكلة، وكمان بتخلي شكل التاتش كمان أسرع وشكل موبايل كمان مميز جدا. سكرين النانو دوت بيبقى كأنك مش حاطط أصلا أي حاجة على الشاشة من كتر الخفية بتاعتها أو سرعة الجهاز معاك. النهاردة هو مشروع استخدام النانو تكنولوجي أو النانو سكرين، وهي ديت اللي بتحافظ على جسم التليفون سواء ظهر أو وش الموبايل. جهاز معانا بيعمل جديد على مادة النانو، وهي بتبقى عبارة عن مادة سائلة بتتحط على الموبايل وبعد كده بتخش في الجهاز دوت، كده بيبقى أقوى جهاز أو أقوى سكرين الناس جربته في العالم، علشان خاطر المميزات اللي موجودة فيه، وهي طبعا حماية التليفون كامل زي ما قلت لك، منع طبعا إشعة اليو في من الضرر للعين أو تأثير العين عليها، جهاز من الفيروسات وبيبقى متعقم باستمرار، إزالة الضوء الأزرق، وكمان بيدي ملمس رائع للجهاز، منع طبعا البصمة بتاعة الأصابع على الشاشة أو الشاشة النانو سكرين. طب تمام، انت قلت لي الكلام ده كله، طب انا ازاي بقى اكسب من الجهاز دوت وسعر الجهاز والماده السائله والتفاصيل بتاعه المشروع؟ هقول لك انا كل التفاصيل دي. الجهاز اللي قدامنا دوت بماده النانو او الماده السائله ب 1100 جنيه، يعني حوالي 70 دولار. السكرينه بتكلف على حضرتك 4 جنيه وانت بتبيعها اقل حاجه ب 60 جنيه لاي شخص. طبعا اسعار معروفه، يعني انا مش بالف من دماغي في اي محلات اكسسوارات موبايلات، هي سعر الشاشه او سعر السكرين النانو بيعدي 60 جنيه. لو عملت بس في اليوم 8 سكرينات، هنقول 8 في 60 جنيه، يعني هتعمل في اليوم بس 480 جنيه، دي حسبة بسيطة وسريعة. في 30 يوم يعني هتعمل معاك حوالي 14800 جنيه، منهم 960 جنيه زي ما قلت لك المادة اللي انت بتستخدمها بيها، هيبقى صافي معاك حوالي 13440 جنيه. تاني هنحسبها طبعا على زجاجة السائل، الزجاجة الواحدة بتعمل حوالي 400 جنيه، بتعمل من 90 ل 100 سكرينة. نحسبها احنا طبعا على 90 سكرينة في 60 جنيه، حوالي 5400 جنيه. طلع طبعا سعر الزجاجة من 5400 جنيه، وهي 400 جنيه، هيبقى صافي المكسب معاك او صافي الربح حوالي 5000 جنيه، زي ما قلت لك من ازازة واحدة او من حسبة بسيطة زي ما حسبتها لك. طب تمام، انا هشتغل ازاي دلوقتي او انا هتعامل ازاي بالسكرين ديت؟ المشروع اللي انا عرضه النهاردة دوت يخص اصحاب الموبايلات او محلات اكسسوارات الموبايلات من الدرجة الاولى. طيب انا ما عنديش مكان او ما عنديش محل موبايلات عشان اشتغل، هتبتدي تشوف مكان فيه زحمة جدا او بيبقى عليه اقبال شديد زي المولات او الهايبر او الكافيهات، وفكرة الكافيهات دي كويسة جدا، ان انت تاخد نظام بارتيشن وتكتب يافطة او تعمل يافطة وتبتدي تشتغل من الكافيه، تعرض الفكرة بتاعتك على الناس بطريقة كويسة وشيك، وكمان اللي انت بتقدم لهم خدمة ممتازة للموبايل بتاعهم لما تعرفهم تفاصيل المادة النانو، لان في ناس كتيرة مننا متعرفش يعني ايه المادة النانو. النهاردة مشروع بسيط جدا لأي شاب ولأي
حد عايز يشتغل سواء بنت او ولد، والمشروع على بعضه يعني من غير تكلفه حوالي 1500 جنيه على بعضه بالجهاز بالماده، وتقدر تبدا ان انت تشتغل وتعمل المشروع بتاعك من دلوقتي. لو الفكره ديت يعني لفتت نظرك في اي حاجه ادعمني بلايك واكتب لي كومنت وشير الفيديو، يمكن يفيد غيرك يكون مستني فيديو من بدري. ولو الفيديو عجبك اكتب لي تعليقات كتيره علشان خاطر انزل تفاصيل كمان عن المشروع، وهسيب لكم لينك الشراء بتاع الماكينه والمواد الخام في صندوق الوصف، واخبط لي رايك واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.